اجل الكوتش بلغونا بلغ ما الحين والله ما مبلغ احد والله يسر ترى والله اليوم يوم شفت عيال الجرايم طرت علي صله الرحم يا ريجي والله العظيم منها طرت علي يود الواحد في الدنيا هذه يحاول على ما قال يصل رحم باي طريقه سواء جاره سواء اخوه سواء ولد عمه ولد خاله قريبه بشكل عام يحاول يصل معه في ناس اعرفهم انا يقاطعون تقريبا جارهم في ناس اعرفهم انا يقول جاره يقول انا ساكن في الدور الاول وجاري في الدور الثاني يقول تصدق لي شهرين ما شفت جاري شهرين ما لجي يا رجال خلى الجار فيه اخو اخذ له بس سنه وبس سنتين ما شاف اخوه اي والله فيه ابن اخي اخذ له سنه وسنتين ما شاف خاله ولا عمه فيها الاخت اخذ لها سنه وسنتين ما سلمت على اخوها ولا اختها فيها العيال اللي اخذوا سنه وسنتين ما سلموا على ابوهم ولا امهم حتى زودوا على كلامك فعلى قولتهم من افضل صله الرحم وشي ان الله يطول في عمرك ان الله يبارك في رزقك ان الله يحبب الخلق فيك لا حبك الخلق لا يقول لا حبك الله حبب الخلق فيك انت لا قطعه رحمك ما حبوك الخلق يعني الله يكفينا الشر الله ما يحبك لا اله الا الله هذا اللي قطع الرحم ما يصلح في ناس اعرفهم ما يجي عمه ولا يجي خاله الا في يوم العيد فقط غير يوم العيد وحتى يوم العيد عشان معايد اجمع بس اولا اللي ما في خير في هله ما في خير ما في خير للناس الشخص اللي ما يوصل هلا ولا يوصل ارحامه ولا يوصل اللي لهم حق عليه هذا ما ودي اتكلم ولا اقول كلام لان والله ان الكلام اللي عنده انه يوقف اي والله اليوم على ما قال ابو نايف ترى ايش اسمه قبل كل شيء فكر في الله سبحانه وتعالى اي بالله وصلوا عشان الله وايش اسمه الصحابي ذاك ايش اسمه الصحابي اللي كان يوصل الرحم واطال الله في عمره ما ودي احرف لكن حديث معروف هو حتى بخصوص الجيران يعطيك الله طولة العمر ويعطيك الله الرزق ويعطيك كل شيء يا رجال اللي ما في خير الرحمة ويصلهم والله ما في خير لا لاخوياه ولا لدوامه ولا لحياته كلها ابدا ما عليك اهلك وربعك وصلت رحمك ما وصلتهم لا تصل حتى نفسك لا تصلها احنا متعودين عندنا في الديرة ان نجتمع مع جيران حقين الحارة خصوصا الجيران نجتمع معهم كل بشكل في الاسبوع مرتين ثلاث مرات يعني ما بيومي ما اقول يوم يومي صعبة بس نجتمع معهم مرتين ثلاث مرات مرة قهوة عند هذا مرة قهوة عند هذا مرة قهوة عند هذا احنا ليش مسوينا الشيء هذا عشان نكون على صلة معهم نكون نجتمع معهم ونستفيد منهم اول شيء نكسبهم ثاني شيء ما نقطع الرحم معهم ثالث شيء على مجرد نكسب محبتهم فثالث شيء نكسب محبتهم اما بخصوص موضوع اللي هو الجيران من الجيران النبي صلى الله عليه وسلم توصى على سابع جار يا ولد مثل الخوال مثل العمان مثل ما أنا متكلم عن الأم والأب ولا الأخوان لا بروح وراهم شوي مثل العم مثل الخال العمة الخالة خال أبوي خال أمي تدري أنت لو وصلتهم أصلا سبحان الله أول ما تدخل عليه ولا تسلم عليه والله إنك تحس بسرور وانشراحة صدر وشلون هو وانت جاية والله إنه تقول شايفن خير الدنيا كله لا جاء أحد يسلم عليه ولا يصله أنت لا تعب فأنت بغض النظر عن صلة رحم يا ولد انت راح اسعد نفسك راح اسعد اللي قدامك الابتسامه في وجه اخوك صدقه وشلون انت تزوره بعد قطعه وشلون انت تزوره تطمن عليه وشلون انت تزوره تسال عنه انت بنفسك عند لا رحت عند حد لا جاك حد من اخوياك ولا من زملائك ولا من ايا كان جاك في بيتك شوف انشراح الصدر وطلق الحجاب هذا اللي بوصفه وارحب ويلا حيه ويا مرحبا انه فكر انت انك لا رحت لهم ووصلتهم وجيتهم انهم بينبسطون اكيد صحيح شيء ثاني ترى ما ياخذ منك شيء والله ما ياخذ شيء سلم واطلع ما قلنا اجلس وعاون وقم وما ادري ايش سلام احنا الحين ما نقول احنا كاملين لا والله الا مقصرين اكيد ما يبغى وعلى قولتهم ما ننصح على قولتهم لا ننصح انفسنا اولا ثم ننصح الناس صحيح فعسى الله انه يعيننا امين ويجعلنا ما نقطع ارحامنا ويجعلنا من زود في زود في قربنا وتلاحمنا ومحبتنا اي والله لا مع اهلنا ولا مع اخويانا ولا مع اي والله فعسى الله انه ييسر امورنا ويعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا الله كريم الله كريم متى بيجي ذا عبد الرحمن الخضيري؟ ما ادري يقول مغرب لا مغرب ابو غلا يقول لا مغرب قبل ايش؟ اي اي اجا قبل ايش؟
عبد الرحمن الخضيري الظاهر البلش ومعه لجنة التحكيم صح؟ صادق؟ ما أدري ما سمعت الخضيري